طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، ودي كانت كليبايه كده بنسخن بيها بنختصر بيها النهارده حصل فيه ايه لبعثه النادي الاهلي. نهاوند هيكون معايا الجزء دايما اللي بيبقى محبب لكل الجمهور الحقيقه، سواء وجود احمد ثابت او احمد ايشو. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. بيحللوا لنا بقى كل حاجه الحقيقه، بيحللوا لنا. انا بتابع وعارفه، امال ايه؟ بيحللوا لنا. لا انا عارف، انا بقول للناس اللي لكن بيحللوا لنا بقى مونتريه بيلعب ازاي، الاهلي هيلعب ازاي، ممكن نكسب ازاي، لا قدر الله لو الدنيا صعبه هنعمل ايه، كل حاجه الحقيقه من خلال وجود احمد ثابت وايشو النهارده. هيقولوا لنا ماذا او كيف سيلعب غدا ان شاء الله مونتري المكسيكي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ازيك ابو حميد ثابت وابو حميد ايشو؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. هنبدا منين يا احمد ثابت؟ هنبدا بالفريق على طول، مونتري المكسيكي. طبعا مباراه صعبه قوي يا كابتن اسلام في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، ولكن دايما احنا متعودين ان في المباريات دي احنا عدينا بظروف صعبه كتير قبل كده. يمكن دي انا شايفه اصعب كاس عالم للانديه في تاريخ النادي الاهلي. احنا محتاجين في الماتش ده يمكن طبعا يكون تنظيم من المدرب وروح من اللعيبه. انا الحقيقه صح اصعب بكل حاجه، ولكن انا كان نفسي يكون هناك عداله في التوقيتات علشان اقدر اقول او اشوف انا فين كاهلي يا نهاوند. يعني انا كاهلي لو معايا المجموعه بتاعتي كامله صحيح، ساعتها انا بقى هقدر اقول لجمهوري والله انا عندي مشكله اسلام، عندي مشكله فيفا حمشي مثلا يعني، او كذا او كذا. لكن انا الحقيقه للاسف كيف اقيم النادي الاهلي في ظل غياب مجموعه كبيره من اللاعبين الموجودين؟ دي نقطه اساسيه. وكمان على الصعيد الثاني احنا حابين نعرف لو مونتيري عندهم غيابات علشان حتى نبقى عارفين احنا بنواجه ايه بالظبط. فاكيد هنعرف. النادي الاهلي يمكن احنا مكملين القايمه بثلاث حراس مرمى، يعني احنا بكره الدكه كمان ما فيش فيها غير شباب يعني سبعه مكملينها بالعافيه. فطبعا تعالى الاول نتكلم على مونتيري المكسيكي ونشرح طريقه لعبه للناس. يلا. مع المدرب المكسيكي خافير اجيري، مدرب منتخب مصر السابق. يمكن هو خافير اجيري بيلعب باسلوب لعب زي نفس اسلوب لعبه مع منتخب مصر، الاربعه ثلاثه ثلاثه. نعم. في حراسه المرمى بيبقى اندرادا، وده حارس مرمى ارجنتيني على فكره، اغلبهم من بره المكسيك، يمكن حوالي اربع لعيبه بس من المكسيك. حارس مرمى اندرادا حارس دولي برده في منتخب الارجنتيني، الحارس الثالث او الرابع في منتخب الارجنتين، كان قاعد احتياطي في المباراه السابقه. نعم. الاثنين المساكين سيزار مونتس وهيكتور مورينو. السيزار مونتس ده واحد من المساكين الاقوياء جدا جدا جدا، طوله متر 95 سنتي، وده بيمثل نقطه قوه كبيره جدا في الضربات الركنيه والضربات الثابته، لانه بيلعب براسه او بدماغه كويس جدا. ده عمره كام سنه تقريبا يعني؟ عمره 24 سنه وهو كابتن الفرقه، رغم ان اللي جنبه 34 سنه اللي هو هيكتور مورينو مدافع منتخب المكسيك، عنده حوالي 120 مباراه دوليه. 120 مباراه دوليه. هيكتور مورينو ده معروف، كان بيلعب في كذا نادي يعني مميز من الانديه، ودولي من 2007. فالاثنين المساكين طبعا بيعتبروا اثنين مساكين اساسيين في منتخب المكسيك، وبيمثلوا قوه ضربه كبيره جدا لفريق مونتيري المكسيكي. الباك رايت من كولومبيا اسمه ستيفان ميدينا، وده واحد من الباكات اليمين المميزه جدا هجوميا، لكن على المستوى الدفاعي عنده مشاكل كتير. عامل لنا اكسل هنا عشان هو عنده 34 سنه واللي جنبه عنده 24، يعني فرق ال 10 سنين. قوم ضعف. الباك ليفت اللي هو فيجاس ده من تشيلي، يبقى الباك رايت من كولومبيا وفيجاس الباك ليفت من تشيلي، زي ما قلت اكتر فيهم جنسيات من امريكا الجنوبيه كتير جدا. الارتكاز الدفاعي اللي هو لويس رومو، وده الاعلى في القيمه التسويقيه عندهم، قيمته التسويقيه 10 مليون يورو. هو الارتكاز الدفاعي هو اللي دايما يمكن هو طريقه لعب خفير اجيري، ان هو الارتكاز الدفاعي ده بيرجع ما بين الاثنين المساكين وبيطير الظهيرين، عشان طريقه اللعب تتحول من في الكره معاهم بتتحول من 4 3 3 ل 3 4 3. نيجي بعد كده للاثنين الارتكاز التانيين، ارتوريو جونزاليس والتاني اللي هو سيليسو، دول الاثنين الارتكاز. نيجي بقى للجبهه اليمين القويه جدا جدا، واهم لاعب عندهم ماكسيميلانو ميزا، وده بكره هنحط عينينا عليه اللي هو الجناح اليمين. الشمال زي ما حضرتك تفضلت قلت ان هم عندهم غياب مهم جدا، وهو الكولومبي دوفان، ده كان ده رقم الغياب الوحيد ده الغياب المؤثر، ده اصابه رباط صليبي رقم 10.
لعيب كويس جدا جدا بس جداً. مهمه جدا النقطه دي، ولازم برضو يبقى كل جمهور النادي الاهلي عارف، حتى هم قالوا كده في المؤتمر الصحفي يعني في كلامهم خلال امبارح والنهارده ان احنا عندنا غيابات ومش عارف ايه ولسه مش عارفين، لكن هم كل اللاعبين متواجدين معاهم صح. دلوقتي النهارده تحديدا كل اللاعبين متواجدين معاهم باستثناء المصابين اللي هو الكولومبي ده عنده صليب فمش هيلعب كده كده او ما جاش معاهم، لكن الباقي كلهم موجودين. الباقي كله موجود طبعا. نعم الباقي كله موجود. الباقي كله موجود ويبقى الموضوع في اختيار في ايد المدرب صح. يلعبوا ولا ما يلعبوش، لان هم النهارده برضو في بعض تصريحاتهم بيقولوا ان هم يعني هنلعب بالبودلة لان احنا اللعيبه كلها جايه تعبانه ومش عارف ايه كلام. الحقيقه انا بحب الكلام الترويم المغناطيسي ده اللي هو يقعد يليمك كده، علشان فعلا حتى لو باللعب بالبودلة برضه هيبقوا معاه الدكه، ممكن ينزلهم الشوط الثاني هيبقوا معاه برضه، عكس بالزبط. احنا ما عندناش يعتبر دكه نيجي للجناح الجناح الايسر وهو خيسوس جالاردو، ده اصلا باك ليفت بس خفير اجيري بيوظفه كجناح شمال، طبعا هيعوض بيه غياب الكولومبي دوفان. نيجي ليه المهاجم الخطير جدا موري وهو رقم 7 ومهاجم منتخب المكسيك، مهاجم كويس جدا نعم. جدا جدا، واحد من احسن المهاجمين عندهم ومنتقل ليهم من نادي بنفيكا البرتغالي. عندهم في الاحتياطي مهاجم هولندي برضو اسمه فينسنت يانسون، وده مهاجم مميز بالالتحامات الهوائيه، يمكن موري مهاجم متحرك بينزل يستلم ويفتح مساحات على الاطراف، زي ما قلت كده ان اللاعب الارتكاز بينزل، لما بينزل معاهم فبيبقوا 3 ورا، فطريقه اللعب بتبقى 3 4 3، هم قريبين شويه يا كابتن اسلام من الكاميرون امبارح. قريبين ازاي؟ قوه بدنيه كبيره جدا. ايوه. بيعتمدوا على العرضيات بشكل كبير جدا خاصه في الجبهه اليمين، مهمه جدا يعني قوه بدنيه والعرضيات. فانت عشان تقابل فرقه زي دي لازم تكون منظم في الطريقه الدفاعيه بشكل كبير جدا، ولازم يكون عندك روح، ولازم ما تسيبلهمش مساحات.